عليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما رأيكم في هذه العبارة: لا كفر إلا باعتقاد؟ أرجو تفصيل الكلام فيها، حيث إن الشباب وطلبة العلم الكثير منهم لا يعرف هل هذه العبارة صحيحة أم لا، وإذا لم تكن صحيحة فهذا القول قول من من الفرق، وجزاكم الله خيرا. هذا قول باطل، وهو قول المرجئة. الاعتقاد نوع من أنواع الكفر، وليس مقصورا الكفر عليه. الكفر يكون بالقول، ويكون بالفعل، ويكون بالاعتقاد، ويكون بالشك أيضا. الكفر أنواع، يكون بالقول، إذا تكلم الإنسان بكلمة الكفر كفر. قال الله جل وعلا: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. قال سبحانه: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فمن تكلم بكلام الكفر وهو يعلم أنه كفر، ما هو بجاهل، يعلم أنه كفر، ولكن قاله من باب المزح والسخرية، فهو كافر بنص الآيات. وكذلك الفعل، من سجد لغير الله أو ذبح لغير الله أو دعا غير الله أو استغاث بالأموات، هذا كافر مشرك، يحكم عليه بالكفر بسبب فعله، بسبب فعله. وأما قلبه ما لا يعلمه إلا الله، لكن نحكم عليه فيما يظهر لنا بفعله. من فعل الكفر والشرك حكمنا بكفره، إلا أن يكون جاهلا يعذر بالجهل، يعني عايش في بيئة ما يصل إليه شيء من الإسلام، ولا يسمع القرآن ولا يسمع شيء، هذا يبين له ويشرح له الأمر. فإن استمر على كفره بعد البيان يحكم بكفر. أما الإنسان اللي يعيش مع المسلمين ويسمع القرآن ويسمع الأحاديث ويسمع كلام أهل العلم، ثم يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يستغيث بالأموات أو يطوف بالقبور، فهذا يحكم بكفره، يحكم بكفره. وأما قلبه ما هو عندنا، هذا عند الله سبحانه وتعالى، لكن أعماله ذي أعمال كفر. وكذلك الإنسان إذا اعتقد بقلبه، إذا أدى الأعمال في الظاهر وصلى وصام وحج وجاهد وكل شيء فعله، لكن في قلبه مكذب، هذا كافر، لأنه منافق. هذا فعل المنافقين، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. فإذا اعتقد في قلبه هذا كافر، هذا نوع من أنواع الكفر، ما هو الكفر محصور فيه. نعم. وكذلك إذا شك، إذا شك في الله عز وجل، أو شك في وجود الملائكة، أو شك في أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم، أو شك في أخبار القرآن، قال ما أدري والله، تحتمل إن صدق أو ما هي بصدق، هذا كافر والعياذ بالله، يكفر بالشك. نعم.